ربيع، السلام عليكم. وعليكم السلام يا مزيكتين. الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك ويديك خيرا. وياكم. معلش أستاذ حضرتك بس في سؤال. اتفضل. أنا عايش مع والدي ووالدتي في بيت واحد، ومعايا زوجتي، يعني إحنا الحمد لله ست متقمة، مع اتنين توأم ومعاذ الكبير إن شاء الله. أيوة. كان في يعني في اختلاف طبعا في بين الزوجة والأم على فترات، وأنا ليا اتنين إخوات بره البيت، احنا متزوجين ومعاهم أولادهم بس بره البيت، أنا اللي قاعد مع الأم والأمتين. فهي بقى لها فترة يعني إيه مصممة عايزة تطلع بره البيت يعني، فأنا موضوع الأب والأم مش قادر إن أنا إيه أسيب البيت وأسيب، خاصة إن الأب عنده 75 سنة والأم 65 سنة وبرضه تعبانين يعني مش لازم حد معاهم. أيوه. فهي يعني سايبة البيت بقى لها حوالي مثلا شهرين ونص، محاولات انا ما بقدرش اخش، بحس بخنقه الشقه، بتعب لما بخش كلام من ده. طيب. حاولنا ناخد بالاسباب برضو كذا مره روكيا وكده، مفيش. معاك فلوس كتير انت ولا ما؟ لا والله انا بادئ مشروع تجاره يعني الى حد ما بادئ يمشي، انما لسه يعني احنا في اول الطريق، فالموضوع المشروع حتى واخد معظم يعني لو في امكان ان انا كنت اجيب ملك كان ماشي، بس هي قاعده تقعد بره ايجار وكده، انا عندي ملك في بيت اهلي. بصراحة أنا يعني أنا أكتر من فتوى أنا كنت عايز يعني. طب ما الحل الذي أنت تراه الآن؟ هي بالنسبة لي هي عايزة تقعد بره، وده الحل اللي بالنسبة لها يرضيها. طيب أنت ما الحل الذي يرضيك أنت بعد رضا الله سبحانه وتعالى؟ إن أنا أكون مع أبي وأمي يعني. خلاص خليك مع أبيك وأمك، ولو معك فلوس تزوج زوجة مع أبيك وأمك، ما تفرج عليك، شوف لها ساكن آخر. انا عرضت عليها الموضوع ان انا اتزوج يعني. مش ولما تعرض عليها؟ ما فيش. لا ما تعرضش عليها انت، ليه تعرض عليها؟ هي الان ناشز وتركت. انا عليا اي ذنب كده بالنسبه لها؟ يا اخي الان ابوك وامك بلغ من الكبر عتيا، ابوك 75 سنه وامك الله اعلم كم، فوق الـ60 اكيد. 65 65 مريضه يعني، الاثنين مرضى يعني. فشيخان كبيران مريضان، والزوجة تريد تستأثر بك وتبتعد عن البيت ونترك هي أنا آسف للمقاطعة يا شيخ. والدتي يعني بتعامل ولادي، بتحب بتأذيني جامد، وبتعامل ولادي وكأنها ولادها مش ستهم. أيوة. هو ده مختصر، مش في أذى واقع على الزوجة ولا أي حاجة. خلاص ما أنا بكلمك أهو الآن. الزوجة تريد أن تأخذك بعيدا عن أبويك وتستأثر هي بك، ولا تفكر هي في الأم ولا في الأب، يهمها مصلحتها، والأم عجوز والأب شيخ كبير. وربي يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. الزوجة تريد تأخذك بعيد عن أمك وأبيك. هي أنا حسابها على خير، لكن تحسبها على خير يا بس ما أنت مش عايزين زبزبة، أنت راجل مزبزب. من اللي تحسبها على خير التي تترك البيت شهرين ونصف من أجل رعاية شاب لأبويه الكبار؟ الخير يعني مش فاهم، صلاة يعني ولا إيه بالضبط؟ هي يعني هي نحسبها كيف ملتزمة ملتزمة الالتزام من وجهة نظرك أنت لا تفهم الملتزمة. المستقيمة تمشي على الكتاب والسنة، تمشي على، مش تأخذ جزئية واحدة تقول لي ملتزمة فيها. أنا زي وجهت لها سؤالا، لو هما أبواك وأنت امرأة لا يجب عليك خدمة الوالدين وهما بهذه الطريقة، تبقين معهم أو تنصرفين؟ هي ماذا ستجيب؟ بماذا ستجيب؟ لا هي تبقى معهم طبعا. ما ستكون معهم وهي امرأة؟ اه طبعا. وهي امرأة ولا يجب عليها خدمة والديها بهذه الطريقة اذا كانت متزوجة؟ والله انا كنت اتمنى ان هي تسمع المكالمة بتاع حضرتك، بس للأسف. الطيبة عندك والالتزام عندك يختلف عن الالتزام في الشريعة، التزام الشريعة عام يا حبيبي. اي التزام الذي يحملك على ان تترك ابويك الشيخين الكبيرين، وإن أنت من الذي وقف باللبن على باب أمه وأبيه حتى طلع عليه الفجر؟ لا أنا آخر رد كان إن هو يعني أنا مفيش يعني مش ما
ما عنديش استعداد ان انا اضحي. والله يا اخي الكريم انا انصحك، هم اختاروني حتى يعني، انا انصحك الان ان تبر لوالديك على الكبر، ان تبر لوالديك على الكبر. جزاكم الله الحمد خير. لله تبرهما وتحسن اليهما، وهي انت ما اسات لي، تفضلي يا اختي اجلسي، ما احد يظلمك، انت في البيت لا الام بتتدخل في شانك ولا الاب العجوز الكبير السن، والى حد ما الام بتتدخل من وجهه نظرها ويعني عندها جانب فيه، بس الموضوع مش مستدعى للدرجه، ولا يستدعي هذه الدرجه. الله يبارك فيك، وانا انصحك لو معك فلوس تزوج، دم هي ناشز بهذه الطريقه وسيبك شهرين. افترض انت تريد اهلك يا اخي، تريد ان تعاشر زوجتك، كيف تتركك شهرين في عنت تنظر لبنات الناس؟ اذا كان معك فلوس تزوج ولا تستشر. الله المستعان. اه انا اكلمك كده، معك فلوس تزوج، احل الله لك ذلك وتعفف، والزوجه الجديده تشترط عليها من الاصل انك ستبقين في البيت معي الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا في شان ابي وامي. هي الحاله دي مذاعه سيدنا ممكن؟ طبعا مذاعه، كل عالم يسمعها. يعني كل عالم يسمعها. هتتعاد يعني ان شاء الله؟ نعم؟ هتتعاد مسجله على الصفحه حضرتك؟ مسجله على طول على الصفحه، الكلام ابتغي وجه الله لا يبتغي وجهك ولا وجه غيرك. الان نتكلم عن شخص بصفه عامه. بس بصفه عامه لا، انا لا اعرفك ولا اعرفها. امراه متزوجة برجل له أبوان شيخان كبيران، وهي تريد أن تنفصل عن المسكن الذي هم فيه مع أنهما لا يؤذيانها، لا يؤذيانها في شيء، ولو كانت كما قلت الأم أمها والأب أبوها والله ما حبت أنها تخرج، لكن تريد تأخذ الولد من أمه وأبيه، والشيخان هلكان ما عندها مشكلة. بقول لي ملتزمة، الله يهديكم بس.